عملها كل الشبكات العاشر من اكتوبر 2022 وقفة رمزية. دراسات ديال الأمم المتحدة ودراسات ديال عدد من الدول أكدت بأنه اتساع الجريمة وتطور الجريمة وقوة الجريمة لا يقضي عليها العقاب فقط ولا يقضي عليها الإعدام فقط. هناك التربية، هناك الفقر، هناك الهشاشة، هناك الحاجيات، هناك التعليم، هناك واحد عدد من العناصر التي حينما تضعف تكبر الجريمة. معنى ذلك لأنه الجريمة ليست وليدة فقط عدم تنفيذ العقاب، ولكن وليدات ظروف متعددة اجتماعية واقتصادية. ثانيا، المغرب لا يبقي على عقوبة الإعدام ظنا منه بأنه لها علاقة بالشريعة. عقوبة الإعدام في المغرب لا علاقة لها بالشريعة، إنها جزء من القانون الوضعي. القانون الوضعي هو الذي يعني يطبق في المغرب، ولذلك لا علاقة لعقوبة الإعدام لا مع الثقافة ولا مع المرجعيات الأصيلة المغربية ولا مع محاربة الجريمة. وبالتالي هناك دستور يقول بضرورة الحفاظ على الحياة، هناك العفو الملكي الذي في كل مناسبة يصدر ويعفي على محكوم بالإعدام. هذه رسائل سياسية كبرى يجب أن تحدو الحكومة حدوها وأن تفهم فلسفتها، وبالتالي أن تكون هذه المناسبة هي المناسبة التي يمكن للحكومة المغربية أن تقول نعم لإلغاء عقوبة الإعدام ونعم لتبديل عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، عقوبة بديلة، وهي متعددة كما يوجد في عدد من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام. هناك عقوبات بديلة التي تطبق في حالات الجرائم البشعة. هناك الضحايا الذين يجب العناية بهم، هناك أبناء وزوجات وأخوات وآباء الضحايا الذين يجب أن يلتفت إليهم ويعوضوا. وهنا تنقول بأن الدولة عليها أن تحمي هؤلاء الضحايا وأن تعتني بهم وأن تسهل حياتهم وأن تسهل حياة أبنائهم. المطلب ديال عقوبة الإعدام هو أولا هناك التزام ديال الدولة المغربية منذ 2006 بأنها ستلغي عقوبة الإعدام، وجاء هذا الالتزام في إطار إحدى التوصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة اللي كتقول بأن الدولة المغربية ستصادق على البروتوكول الثاني الملحق بعهد الدولة الحق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد هذا البروتوكول كيقول بإلغاء عقوبة الإعدام. إذا حنا كنعتبر الدول المغربية ملتزمة أمام الشعب المغربي بإلغاء عقوبة الإعدام. أكثر من هذا، كان سبق وزير العدل السابق أنه أعلن أمام الملأ أنه الإجراءات ديال الإلغاء يعني حنا بدينا فيها. إذا اليوم حنا كنطالبوا بتنفيذ هذا الوعد وهذا الالتزام. ثم اليوم كيتبث يعني العالم كله، التجارب العالمية، أن عقوبة الإعدام لا تقي من الجريمة ولا تحمي المجتمعات من الجريمة. المجتمعات اللي تلغت فيها الدول اللي لغت العقوبة هي أقل فيها الجريمة، أقل من الدول اللي لا زالت فيها عقوبة الإعدام يتم الحكم بها أو يتم تنفيذها. ثم هي جريمة بشعة ولا قانونية، وتمشي في اتجاه يعني مستوى ديال التعذيب، يعني تعتبر يعني في مرتبة ديال ممارسة التعذيب على الأشخاص، خاصة يعني اليوم اللي محكومين بالإعدام وموجودين في السجون وكيعيشوا ظروف يعني بشعة على مستوى نفسي، على مستوى معنوي، على مستوى مادي، على جميع المستويات. لهذا فإلغاء عقوبة الإعدام هو قرار اللي اتخذته الدول، يعني قرار يمشي في اتجاه الرقي يعني بالمستوى الإنسانية والتوجه نحو يعني إنسانية الإنسان، الاعتراف بإنسانية الإنسان واحترام هذه إنسانية الإنسان. لا يحق لأي شخص أن يكون هناك يعني قرار بقتل شخص آخر أو بإنهاء حياته أو بانتهاك حقه في الحياة. لا يحق لأي شخص أن يقوم بهذه المسألة، وإحنا لا ندافع عن الجريمة، لأن العديد من الناس يتهموننا بأن نحن ندافع عن المجرمين أو لا نريد أن يعاقب المجرمين. بالعكس، نحن نعتبر بأن يجب حماية المجتمع من الجريمة، لكن عقوبة الإعدام لا تحمي المجتمع من الجريمة. بل على كل معارفه وأقاربه يستمر التعديل.